وبخصوص المؤتمر اللي بنحضره اليوم الخاص بدور العلاقة بين القضاء والمحاكم الوطنية ممثلة في المحاكم الوطنية وبين التحكيم الدولي، هو خطين متوازيين ويكملوا بعضهم، والتحكيم بصورة أساسية في جميع المراحل يبقى في ارتباط بينه وبين القضاء، سواء في المسائل المعنية بالشكل من حيث تشكيل هيئة التحكيم، إذا ما اختلف الأفراد أو لم يتفقوا على محاكم بيطلبوا من المحاكم أنها تعينه، أو أثناء انعقاد التحكيم وسير الإجراءات بيبقى في محكمة متخصصة بتتابع التحكيم ومتخصصة في متابعة كل ما يعين لهم، أو فيما يتعلق بالأمر الوقتية أو التحفظية يجوز اللجوء إلى القضاء لتفعيل القرارات بتصدرها هيئات التحكيم، أو فيما بعد فيما يتعلق بمصدر حكم التحكيم بتنفيذه أمام قاضي التنفيذ ومراحل التنفيذ المختلفة من إيداع وخلافه، وأيضا في مرحلة تالية بمصدر حكم فيما يتعلق بدعوى البطلان سواء محاكم استئناف أو محاكمة النقض. فهنا بنؤكد على العلاقة القوية جدا ما بين التحكيم وبين القضاء في جميع مراحلها. التحكيم اكتسب أهمية كبيرة جدا في المجتمع الدولي حاليا، خاصة فيما يتعلق بالمعاملات التجارية ذات الطبيعة الدولية بصفة عامة، وأيضا في بعض المعاملات المحلية اللي هي بين شركات داخل الإقليم ومن بعضها. التحكيم بيزدهر وبينمو وباعتباره آلية من آلية تسوية المنازعات، بالإضافة لآليات أخرى زي التوفيق والوساطة اللي بيباشرها ناس مختصين أو أفراد مختصين سواء محكمين أو موافقين أو وسطاء. العلاقات دي نظمتها اتفاقيات وقوانين عديدة، أهمها اتفاقية نيويورك، اتفاقية واشنطن للتحكيم الدولي. مصر منضمة لاتفاقيتين ومتصدق عليهم منها، وبالتالي هي مفعلة، بتشارك جمهورية مصر في عديد من المؤتمرات واللجان الخاصة بالتحكيم الدولي أو القانون التجاري بصفة عامة، منها لجنة الأمم المتحدة القانون التجاري الدولي ما يعرف عليه باسم الأونسترال. أنا شايف المؤتمر مفيد جدا وفعال فيما يتعلق بممارسين لعملية التحكيم في داخل مصر. بقى النهاردة كبير جدا من أجانب وأعضاء في مكاتب تحكيم دولية وأيضا أو مكاتب محاماة دولية وأيضا في محاكم دولية ومراكز تحكيم دولية، أجانب كتير ومصريين وعرب، وده شيء مفيد جدا للاستثمار ومراكز الاستثمار في مصر من ناحية. من ناحية تانية ده بيدي دفعة قوية لإنشار ثقافة التحكيم الدولي في مصر، وده أمل إحنا بنسعى إليه من خلال وزارة العدل المصرية.